أعطوني السؤال الأخير أخضر ولكن قيمة سؤال واحد، لأن العرض كان سؤالين إذا يجاب عليها كلها بصدق. يقول يا سلطان أنا ضايق ولا أدري وش اللي فيه، هي ما عاد أتحمل كلمة تزعج أخلاقي. يا سلام، جامل مع العالم ولا كان فيني شيء، وأنا داخلي شيء ثنى عزمي وساقي، تعب تطرد الأمال ما بين ذيك وذي، وسابق على الطيب وعلى حقوة الحاقي، لكن اقتنعت وراضي بالمقدر لي، ولا عاد في نفسي حسوفة على الباقي. يا سلام، صح لسانك. طيب كلمة تقدمها لجمهور فهد أو الفهود زي ما سميتهم أنت؟ أنا ما عندهم جمهور، أنا عندهم محبين وإخوان.